السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، السيدات والسادة الحضور، يسعدني في بداية كلمتي أن أتقدم إليكم جميعا بخالص التهنئة بمناسبة عيد العمال. كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية في تقدم وازدهار. عاملات وعمال مصر الأوفياء، لقد سجل التاريخ دوما بحروف من نور دوركم، دوركم المشهود له في بناء هذا الوطن الأمين على مر الزمان والعصور. فالحضارة المصرية الخالدة منذ فجر التاريخ وحتى الآن تتحدث عن تقديس العمل، تقديس المصريين للعمل، تقديس جعلنا اليوم نرى تلك الإنجازات الشامخة التي صنعها أجدادنا في مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم الدقيق والمعرفة العلمية وروح الإصرار والتحدي والكفاح. واليوم في هذا العالم الذي يتسم بالمنافسة والتغيير المستمر، فإن أهمية هذه القيم قد تتضاعف أو قد تضاعفت، فالإحاطة بأرقى درجات العلم الحديث واستيعابه وتطويعه لإنتاج التكنولوجيا التطبيقية، وتأسيس وترسيخ مهارات الانضباط والدقة، وتفجير طاقات الإبداع، والتعمق في جميع متطلبات الإدارة الحديثة، والتنمية الصناعية المتطورة، كل هذه أصبحت عوامل يصعب من غيرها تحقيق التقدم والازدهار للشعوب. وجاءت الأزمات العالمية المتلاحقة من جائحة كورونا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية لتضيف المزيد من الصعوبات التي يلاقيها العديد من دول العالم، خاصة الدول النامية ومن بينها مصر. قبل ما أسيب النقطة دي عايز أقول لكم على حاجة. يعني أنا بتابع يعني مواقع التواصل وبتابع أيضا الرأي العام، ولقيت إن خلال يعني الاحداث اللي فاتت ديت لاحظت يعني ان بقى في مصر يقولوا ايه الحكايه والامور ابتدت تقلي اكتر وتخوف اكتر. وانا عايز اقول لكم على حاجه، وبعدين احنا هنعمل ايه؟ حد قال كده يعني، او انا سمعت الكلام ده بيتقال. كلمه هقولها لكم ما بتتغيرش مهما كانت التحديات اللي موجوده في مصر أو اللي موجودة في المنطقة عندنا أو اللي موجودة في العالم كله، مهما كانت. شوفوا، طول ما احنا على قلب رجل واحد ما حدش يقدر يعمل معنا حاجة. مهم قوي ان احنا يعني انا خرجت عن سياق الكلمة الحقيقة اللي مكتوبة قدامي عشان أكد على النقطة دي معاكم. في كل تحدي أو كل تطور تشوفوه وتبقوا قلقانين منه وتقولوا يا ترى يعني هيكون تأثيره علينا، تأثيره علينا ايه؟ ولا حاجة. ربنا هو اللي ربنا. اسمعوا كلامي من فضلكم، انا عايز اقول لكم كلكم الكلام دوت. طبعا طبعا طبعا، وشعب مصر كله مش عمال مصر بس، اسمعوا كلامي. انا بتكلم على ان مهما حصلت من أزمات ومشاكل في العالم اللي احنا موجودين فيه، طالما ان احنا هنا في مصر كشعب